شكل هالغضب اللي جواتي. مولاي شو عم تعمل؟ ما وعدتنا ما عاد تشرب منه؟ أنت بس يا يوسف يلي بقيت واقف جنبي. مع أنه الحقيقة واضحة، قد ما حاولنا أنه ننكرها مولاك عم يموت. لا أنت ما عم تموت، وإياك تقطع الأمل، وخلي إيمانك بربنا كبير. طلع معك حق يا يوسف، إبراهيم فعلا ما مات ومخبيينه، وحسين طلع خاين كمان، تحالف مع أمي وخاني. هدول مالن أمان يا مولاي، لأنهم ما بينتموا مثلنا لسلالة حاكمة، كلهم بيمشوا مع مصالحهم. بس مع هيك لا تقلق مولاي، كلياتهم رح ينالوا عقابهم بالآخر. كمال كيتش وحسين موجودين هلأ بالمعسكر، عطيني الأوامر لحتى داهم المعسكر مع الحرس والفرسان، واعتقل الخواني وحطهم تحت رجليك. دور الخواني رح يجي، بس هلأ دورولي عبراهيم ولاو. تقلبوا كل العاصمة وما ترجعوا قبل ما تجيبوا. تحت أمرك مولاي السلطان. تعرفي وين موجود إبراهيم ما هيك؟ هلأ بدي أعرف وين خبته أمي. عتيقة قولي شو متوقع مني يا مراد؟ بدك ياني أقبل أخي ينقتل ووقف ساكتة؟ عتيقة إذا مفكرة أنك عم تنقذي فهالشي مو مزبوط. الموت هو بس اللي رح ينقذ إبراهيم، مو العرش أبداً. نسيتي عثمان؟ وعمك مصطفى تتذكري؟ شو صار فيهم؟ مثلي أنا وياهن بلوتنا كانت طمع أمي وحقدها، نحن كلنا ضحايا طمع أمي وطموحها بالعرش، وإبراهيم رح يغرق بهالمستنقع، فهمانة؟ قولي يا عتيقة. عتيقة قولي إبراهيم وين؟ أحكي. شوفي بابا ليش عم تصرخ على عمته؟ ولا شي ولا شي يا روحي، ما بدي تخافي، ما بدي أي شيء خوفك أبدا، وأبوك رح يحبك دائما حتى لو ما كان موجود جنبك. الله يحميك.
ملك روحي الحقيقي مولاي 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 يا أغوات نادوا الحكيم بسرعة مولاي على ماذا روح لي الألم ماني متحمل شو عم تعملوا هون لقيت إبراهيم يا يوسف نشرنا دوريات الحرس بكل العاصمة وعن قريب رح يلاقوا يا مولاي خليك مع الحرس يا يوسف ما تعتمد عليهم ولا توثق بكلامهم مولاي كنت بدي أحكي معك بخصوص هالموضوع آدم أفندي بيعرف وين سمو الأمير إبراهيم متخبي أخ بحكي قرب لعند السلطان وأحكي وين شفت الأمير إبراهيم لك أحكي حجي آغا إجا لعندي وأخذني على غرفة جنب حمامكن الخاص أنا فكرت إنه في حدا من الأغوات مريض بس لما فتت لجوا شفت سمو الأمير إبراهيم كان تعبان كتير وما عم بقدر يلقط نفسه وأنا عالجته يا مولاي معناتها أمي خبت أخي إبراهيم تحت غرفتي الخاصة ونحن مالنا خبر أكيد فكرت إنه هذا الشيء ما رح يخطر على بالنا يوسف تحرك جيب إبراهيم لعندي فورا بدي شوفه هو عم ينعدم سينام باشا وأنت جيب لي أمير القرم لعندي على القصر وهالمرة هالمرة ممنوع أنكم تغلطوا وإلا بعدم الكل تحت أمرك يا مولاي تحت أمرك يا مولاي ياسر أفندي شو وضعه ابني هلأ؟ للأسف وضعه ما بيطمن سلطانة ما بعرف قديش بيصمد عم نعطيه مسكنات لحتى نخفف من أوجاعه شوي أمير جوناي وأخيرا رجعنا التقينا إذا حابب تطلع من هون عايش بعد عن سمو الأمير بدل ما تجي وتهددني فكر شلون بدك تنفذ بروحك خلص أمركن انتهى يلا مسكوهن سمو الأمير تعالوا Ha!
حبيبي إبراهيم لا تخاف، أنا معك ورجال إيلي هون رح يحمي. سمو الأمير، سمو الأمير، طمنا أنت منيح؟ من هلأ ما عاد بدي إياك تخاف أبداً، نحن اللي رح نحرسكن. مستحيل، هنن هلأ عرفوا المكان ورح يرجعونا أكيد. ما بقى يتجرأوا، العسكر ورجال الدولة والعلماء كلهم بصفنا بما فيهم الأغوات. السلطانة الأم سيطرت على الأمور. مرة سألتيني من وين عم يجي كل هالغضب اللي جواتي، مو وقت هالحكي هلأ يا مراد. ما جرأت ولا مرة جاوبك، غضبي كله لأنه طول عمري ما كنت بنظرك سلطان وحاكم. بكل عمرك ولا مرة حسستيني إنك بتحبيني وفخورة فيني. بجوز ما أظهرت لك هالشي، بس أنا دائما فخورة فيك، وأي شيء قلته بلحظة غضب ما له قيمة. أنت كنت بنظري سلطان وعظيم كمان، مو بس بنظري وبنظر العالم كله يا مراد. رغم عمرك الصغير ورغم استغراب الكل ورغم وجودي حتى، بعرف خليت الكل يركعوا لك. أنت عملت اللي ما عمله حدا، المتمردين قضيت عليهم وقضيت على أعدائنا. فتوحاتك رح تتسجل بالتاريخ. رجعت ريفان وفتحت بغداد. خزينة الدولة عمرت بفضلك مراد. ارتاح يا روحي وخلي روحك تطمن، لأنك تركت وراك دولة قوية وعظيمة وغنية، وكل شعبك رح يدعو لك ليل ونهار. وقت اللي كنت صغير كنت دائما تاخديني معك على جنينه، تاخديني إلي وبس، تمسك المقص بإيدك وترتبي الورود، وأنا كنت دائما راقبك بإعجاب من بعيد. كل الورود اللي كنت ترتبيها كانت تبين دبلانة جنبك. كنت أحلى من كل شيء، أحلى من الورود والجنينة والشمس. كنت دائما بنظري عبارة عن إنسان بصورة ملاك ونازل من السماء لعندي، ما حدا كان يشوف أجنحته غيري. كنت ملاكي الحارس دائما، كنت تحميني من البرد والشتاء
من المطر والعواصف ومن حالي كمان. طيب شي مرة فكرت ليش ما كنت أخذ حدا غيرك؟ ليش كنت اترك اخواتك واخدك؟ لانه انت غير، كنت مميز ومختلف عن الكل، وفيك شي من روحي، كنت شجاع وعنيد كتير وما تتنازل ببساطة، ولا حدا قدر يفرض عليك رأي يلي ربطنا مع بعض وفرقنا بعدين. هي هاي الروح، ولهيك كتير حبيتك، حبيتك أكتر من الكل. سمعتني؟ مراد، انت روحي وعمري. أيها الخالد الوحيد أبد الدار، يا من تبهجنا وتضحكنا وتشفق علينا وتغمرنا بالأمل، يا من تمنح أعيننا القدرة على الرؤية، إلهنا أنت الذي يضيء أرواحنا وينيرها. لقد أضأت روحي، لكنك ابتليتها بالجفا، حولتني إلى شخص منعزل، جعلتني أعشق الوحدة حينا وأعشق الركض خلف وجه جميل ساحر حينا آخر. يا مراد، إلى متى ستركض حافي القدمين فوق أشواك هذه الدنيا؟ أنت تعلم أن أبواب حدائق العالم الآخر قد فتحت لأجلك. كل شيء به روح، والحديقة لا تحتوي على روح. هذه الحياة نهر عجيب، تراه ممتلئا بالماء حينا وبالدم حينا آخر، قد تراه يتحول إلى خمر بلون العقيق أو بلون الكرز الندي. الحياة أيضا قد تكون شجرة عجيبة تغدق عليك بالفاكهة، فتكون طيبة المذاق حينا وحينا آخر تكون سما قاتلا، تبتليك بالعلة حينا فتكون هي الداء وحينا تكون هي الدواء. تارة تظنها شوكة وتارة تظنها زهرة، أنت الثابت أم هي؟ أنت المتغير أم هي؟ سيدنا آدم طرد من الجنة بسبب أنثى، وأنت عشت حياتك في هذه الدنيا على هذا الشكل بسبب أمك، وما كان لك من مفر ولا من مهرب.
أيها السلطان مراد، أنت طائر ذو أربعة أجنحة، جناحان على الأرض وجناحان في السماء. من أين أتيت؟ هل فكرت في ذلك من قبل؟ لما تماديت في التعلق بأجنحتك الأرضية؟ كان بوسعك أن ترتقي إلى الأعلى، لكن حلمت فقط أن تصل قمم الجبال، مع أنك قادر على الوصول إلى قبة السماء. جسدك يموت، لكن أثرك باق مدى الحياة، والأثر هبة إلهية لا تموت. فهب قلبك لخالقك دوما، فليس لرحمته نهاية أو حدود. آن لك أن تفرد جناحيك للسماء، أن تترك أرضك وترابك وتنسى ظلك ووجودك. سلطان السلاطين، حاكم الأقاليم السبع، ملك العالم، فاتح بغداد، السلطان مراد خان. حياتي كلها كانت عبارة عن حلم شعري لحاكم كان يظن أن السعادة قدره، فارتطم بصخرة الواقع المؤلمة ولم يتحطم.